السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حسن السعيدي من شركة السعيدي نيكل كروم. القرص اللي قدام حضراتكم ده يا جماعة مرشوش 1 أغسطس، تمام، والنهاردة 7 أغسطس، 7/8، تمام. الكرسي ده كده بقاله 6 أيام مرشوش فضة بدون تثبيت. هنعمل عليه النهاردة اختبارات التصاق. ده الكرسي ده يا جماعة طبعا ما اتثبتش، ما خدش ورنيش، ما خدش مادة حماية، ما خدش أي حاجة خالص. فعاوزين نشوف النيكل بتاعه هيطلع قبل التثبيت ولا لا. دي فنيه الشغل، وده بالنسبه للناس اللي فاهمه في شغلها قوي يبقى فاهم ان النيكل ده هيطلع ولا ما هيطلعش قبل التثبيت. خش يا ابني كده شوف جوابني كده، شوف النيكل ده هيطلع ولا لا. مش جامد يا محمد، اعمل تاني 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 اعمل تاني تاني، دوس على اللزق جامد. اعمل في حتة تانية، شيل اقطع حتة اللزق دي، دوس جامد، خبط عليها بإيدك. تمام، ده مش مثبت اهو، ما عليهوش اي ماده تثبيت او ورنيش او اي حاجه اهو. دي قطعة حديد يا جماعة، اهو الكرسي ده كده بقاله 6 أيام مرشوش نيكل. هنجرب له لزق تاني يا جماعة، ده اللزق الورق اللي أحد اللي بيدعوا اللي قالوا عليه لما بيسخن بيلزق جامد على إن الالتصاق وحش. حطه يا ابني، اضغط عليه، شد. ده طبعا أثر اللزق، لأن اللزق ده سيء ما بيلزقش. حط نوع لزق تاني يا ابني، اجري. هيجرب ده يا جماعة، اللزق ده مش كرتون، ده لزق خاص بشغل النيكل، بنلزقه على الشغل علشان ما بيطلعش بالمية وما بيتأثرش بأي حاجة، ومادة اللزق بتاعته جديدة. الناس اللي اتعاملت معايا عارفة اللزق ده. الزاوية يا ابني، مشي ايدك على الكرسي كله يا محمد، مشي ايدك على الكرسي كله. شيل. طيب علشان الناس اللي فاهمة هغلطكم، ونبقى بنقول ده ما خدش وهبنيش، هنبدأ نحط اهو، ونبدأ نعمل كده اهو، مفيش ورنيش. تمام، احنا طبعا قلنا مفيش ورنيش اهو اهو. ده نيكل بس يا جماعة، حتى لما حطينا عليه مزيل مش راضي يطلع. ادعك يا محمد بإيدك في الكرسي في أي مكان فيه، ادعك بإيدك جامد. لا ارمي اللزق واعمل بإيدك. بس يا جماعة، ده النيكل بتاعنا وده الشغل بتاعنا. معلومة، اللي يقول لك دي تركيبة معينة واللي يقول لك ده خاص بتركيبة، اللي يقول لك اللي دي تركيبة معينة وانا مطور تركيبة وعامل تركيبة الخرافية وعمال يقول لك الكلام ده، اللي احنا عاملينه ده ملوش اي علاقة بالتركيبة. تركيبة ب2 جنيه تطلع نفس الجودة دي، بس في فنيات بتتعمل في الاساس هي اللي بتعمل معانا الشغل ده. برضه هنحط لكم حمض دلوقتي، ده حمض تأكيدا ان ما خدش ورنيش اهو حضراتكم اهو، علشان ما يطلعليش حد يقول انت مثبته بورنيش. كل اقوله لحضراتكم ما تروحش لاي حد، ما تصدقش اي حد يقول لك دي تركيبه، انا قلتها ما عدتش اقولها تاني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.